يقول: ما حكم من يعزي في الأموات بإقامة الولائم الغداء والعشاء لمدة 3 أيام وقد انتشر ذلك في المجتمع للأسف بكثرة؟ لا أصل لهذا، إقامة الولائم للعزاء ليس له أصل. وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة. الصحابة يعدون هذا من النياحة، لا يجوز هذا العمل. الوارد في السنة أنه يعمل طعام قدر حاجة أهل الميت، قدر حاجة أهل الميت، ويقدم لهم لأنهم مشغولون بالمصيبة عن أن يعدوا الطعام لأنفسهم. هذا الذي وردت به السنة. نعم.